اسعد الله زوالكم بكل خير ومرحبا وسهلا بكم في هذا المباشر الذي سنتحدث فيه عن اخر المعطيات المتعلقه بما يسمى في المغرب بميزانيه 2022. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته خجته حمادي وليده السملالي السملالي. ادعوكم في بدايه هذا المباشر الى باذن الله تعالى سنتحدث واياكم بالارقام عما ينتظر نظام الزريبه في الاشهر المقبله. طبعا يعني لا اختلاف بان هذا النظام اللي هو النظام المجرم السادس في المغرب يعيش على حافه الانهيار وحينما نقول الانهيار فاننا نقصد بالاساس الانهيار الاقتصادي وضعف الموارد الماليه. وحينما تضعف الموارد المالية فإن الـ الـ النظام يلجأ إلى المديونية يعني من أجل أن يخرج من هذه الورطة فإنه يتجه إلى مديونية خطيرة جدا يعني تنتظر كاهل المغاربة وطبعا من سيتحملها هو المواطن المغربي وليس النظام الزريب الذي يتلقى يعني معلوماته ويتلقى معطياته يوميا من خلال طبعا النظام الفاسد الذي يتحكم في الزريبه اذا اذا كما قلت بان النظام السادس في انهيار وهذا الانهيار يتجلى اساسا في مشروع ما يسمى بميزانيه 2022 في المغرب. آه هذه الميزانيه التي كشف عن آه اهم خيوطها آه في آه في الساعات الماضيه واللي آه وضحت بالاساس انه آه المغرب مقبل على ايام صعبه صعبه جدا. بالاساس يعني بسبب الحرب في الصحراء الغربيه وبسبب الارتجاليه التي يقوم النظام باعتمادها في تسيير الزريبة إذا أول معطى هو ما يتعلق بميزانية البلاط أو ميزانية القصور الهلكية آخر ما يعني ما صدر من أرقام بهذا الخصوص هو معطى صادم حقيقة هو الاحتفاظ بنفس الميزانيه اللي كانت السنه الماضيه يعني في ميزانيه 2021 يعني احتفاظ الاحتفاظ بنفس الرقم هذه السنه مشروع ما يسمى بقانون الماليه خصص لميزانيه الملك يعني لما نقول القصور الهلكيه فان هذه الميزانيه يتصرف فيها الملك وتحسب للملك وهنا طبعا ما يجد حد يجادل على انه حينما نقول ميزانيه الملك معناه على انه الملك في واد والشعب في واد لاننا سنلاحظ الاعتمادات المخصصه للملك وفي نفس الوقت سنشاهد المخصصات اللي مخصصه للشعب عن طريق الوزارات وعن طريق القطاعات الرسميه عن طريق المناصب الماليه المحدثه على الرغم حتى هذه المناصب الماليه لا تصل الى عموم الشعب وانما تخص فقط فئه محدوده جدا يعني الناس اللي قرات في الجامعه اللي ممكن ان تتقدم الى مباريات التوظيف شكون اللي يتقدم اليوم مباريات التوظيف فهي نسبة كبيرة من الناس ولكن الوظائف المتبارة عليها محدودة جدا يعني نقول لكم لما تشوفوا هذه الأرقام ستصدمون حقيقة بالنسبة لميزانية الملك يعني شحال يطلع عليكم هذا الملك يعني شحال أنت تخلص من أجل أن يحكمك ال... هذا هذا الملك الفاشل يعني شحال أنت كمواطن مغربي لأن هذه ميزانية هذه ميزانية المغاربة وتأتي من مدخرات المغاربة ومن فلوس المغاربة شحال يطلع عليك هذا الملك شحال تخلص هذا الملك وشحال تخلص قصوره وشحال تخلص اعوانه في القصر ذوك اللي يقبضوا له اضحيه العيد نهار نهار عيد الاضحى يسكنوا له عيد الاضحى حتى هما داخلين في هذه المنظومه ذوك اللي الله يبارك في عمار سيدي الله يطول عماره سيدي الله يسخط عليكم قال لكم سيدي هذا كذلك يتخلصوا من ميزانيه القصر ما تكلمنا عن البوليس الذي يحمي الملك ما تكلمنا عن الدرك الذي يحمي الملك ما تكلمنا عن المخازني الذين يحمون قصور الملك ما تكلمنا عن كم ياكل الملك كم تاكل حيوانات الملك كلب الملك قطه الملك اخوت الملك اخوات الملك يعني كل من يحيط بالملك شوف شحال يطلع عليكم من اجل باش ينتج لكم اش انت ينتج لكم الرياده وينتج لكم التنميه ويضعكم في مصاف الدول المتقدمه ويحافظ على يعني ويطلع سمعه المغرب ويرفع من شان المغرب لا تخلصوه يعني تخلصوه غالي باش ينتج لكم الفشل باش ينتج لكم المحكمه المحكومات المزوره تخلصوه باش ينتج لكم انتخابات مزوره زعيطر طبعا داخل فيها كذلك يعني خلاص زعيطر يعني تخلصوه تخلصوه باش باش يدهريكم مع الوات تخلصوه باش يردكم في اسافل الترتيب العالمي على مستوى مؤشرات التنميه والصحه والتعليم وكل يعني كل 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 المستويات ما يعني ما ليس هناك اي ليس هناك اي قطاع لا لا يسر صاحب الدجاجة ان يضع المغرب في بسببه في اسفل الترتيب. اذا اسمع يا اللي يا اللي يا اللي مصدعنا هون راه جا واحدين العياشة هما اللي عاش الملك مات عاش الملك راه عايش الملك راه ولا يتخلص على ظهرك 543 مليون درهم. في 2021 في 2022 سمعت لا هي تقاضى هذا الملك من اجل انتاج الفشل كما انتج الفشل في 2021 سيتقاضى وتتقاضى قصوره واعوانه وبلاطاته والله بلاطه والله مخازنيته والله كل اعوانه سيتقاضون وسينهبون من ميزانيه الشعب اللي اصلا مهروده مية وثلاثة واربعين مليون درهم. مية وثلاثة واربعين مليون درهم سيذهب بها الملك وأعوان الملك وزبانية الملك وشفارة الملك وسراق الملك وحرامية الملك ولصوص الملك ووزراء الملك وأعوان الملك ومستشار الملك باش لكم الفشل سيأخذون من أموال الشعب 543 مليون درهم. وهو نفس العدد اللي كان في 2021 في هذا العام. أش ننتج لكم في 2021؟ أعطونا أعطونا ننتج لكم في هذه 2021 حتى نمشوا ل 2022. أعطونا شي 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 مكانة جعلكم فيها هذه صاحب الدجاجة وسياساته الرشيدة والحكيمة والسعيدة وال... والجميلة وكل التسميات التسميات التي تستمعون إليها عبر وسائل الإعلام يقولون في ماذا نجح صاحب الدجاجة حينما حصل على 543 مليون درهم هذه السنة حتى يحصل على نفس العدد ونفس المبلغ في السنة المقبلة يلا اتكلم معنا العياشي يلا أعطينا العياشي قلنا فش. ربما يعود المغرب تبدل ورايا والله يعود المغرب اصبح جنتان والله يعود المغرب اصبحت فيه المستشفيات يعني من احسن المستشفيات في العالم والله يعود فيه التعليم عاد من احسن مؤسسات التعليم في العالم والله قلنا العيش يلا اعطينا شي رقم نصور نكذبوا الناس يعني هاو الذين لا يصدقون كلام كلام المخزن اعطينا شي عدد لا تستطيع تستطيع فقط تقول عاش لملك صافي هذا الشيء اللي تستطع انت ولا تسب الجزائر ولا تسب البوليزاريو الجزائر بالمناسبه اللي ما عندها المديونيه هذه الجزائر اللي تسب انت واللي يعني تتكلم عنها في كل مناسبه وحين وبدون مناسبه ما عندها المديونيه وما عندها ميزانيه القصور وما عندها ميزانية كلب الملك ماذا كم كم سيأكل كلب الملك وقطة الملك أمير المؤمنين ها؟ الله يخليك الملك أمير المؤمنين إذا 543 مليون درهم سيلهفها القصر كما لهفها كذلك هذه السنة آه في تفصيل يعني في يعني في تفصيل هذا المبلغ في تفصيل هذا المبلغ الاعتمادات المخصصة لما يسمى بالقوائم المدنية داخل داخل ميزانية القصر ستناهز تقريبا أكثر من 26 مليون درهم أنت أجد تعرف تحسب واش العياشي تعرف تحسب مليون درهم لا <تحسب>... تعرف تحسب مليون درهم فيما تبلغ مخصصات السياده اش من... بالله عليكم اش من سياده عند عند النظام الهلكي في المغرب بالله عليكم اش من سياده سياده تاش اي سياده على اي سياده يعني يتكلم إن آه... آه... صاحب الدجاجه حتى يحصل في مخصصات السياده على 517 مليون درهم. بالله عليكم شو سيادة أنا, انا اريد ان اعرف هذه السياده اين توجد؟ شو لا يستطيع ان يدافع عن حدوده البريه، لا يستطيع ان يدافع عن حدوده الجويه، لا يستطيع ان يدافع عن مصالح المغاربه، لا يستطيع ان يعيش الشعب عيشه كريمه، لا يستطيع ان يضع مشروعا مشروعا نموذجيا تنمويا لمدة سنة سنة يقول لكم اليوم مثلا إن شاء الله في 2022 ستعيشون سنة كاملة في العيش الكريم سنة واحدة ومن بعد 2023 ستعودون إلى الفقر وتعودون إلى ما كنتم عليه نتحداه نتحدى, نتحدى يقول لكم بانه في 2022 ان شاء الله سنعيشكم بخير وعلى خير سنة واحدة، سنة واحدة لا يستطيع لا يستطيع أن يوفر السيادة ولا يستطيع أن يوفر العيش الكريم لشعبه لمدة سنة واحدة وهو لو 21 سنة وهو على الكرسي 21 سنة من القرارات الانفرادية 21 سنة من القرارات الاستبدادية الديكتاتورية 21 سنة من القرارات الارتجالية اللي ما مع... اللي ما عندها لا راس ولا اساس ولا ديال المغاربه شي اتجاه الا اتجاه الهاويه 21 سنه 21 سنه تعرفوا شو صنعوا فيها العالم؟ الزعماء الحقيقيين تعرفوا يقدروا يصنعوا في 21 سنه؟ طيب الطفل الان طفل عنده 18 سنه ولا 17 سنه وتقول له انا نعطيك 21 سنه تعدل تنجح فيها وتقرا وت, وت... وتتوظف وتبني دار وتتزوج ويكون عندك اطفال ينجح في ذلك، طفل عنده 17 سنة صاحب الدجاجة قابض واحد ال... واحد العصابة مزقنا به هذه العصابة يبادل لهم المناصب مرة يرفدوا من باريس يطرحوا رئيس اللجنة اللي قال اللجنة لجنة الل... النموذج التنموي الجديد يفوت شي مال يرفدو يطرحو وزير التربية ورفد واحد وكان في التربية يديه ما نعرف ويشيب واحد ثاني كان في الفلاحة ويديه لشي قطاع آخر وهكذا يعني عند بحال بحال قاعد قدام واحد فريق قدامه فريق فريق من أصحابه وكل مرة ينادي على واحد يقول له سير سير تكلف لي بالقطاع الفلاني يعني ما كاين لا تجديد ولا بحث عن طاقات اخرى ولا ولا بحث عن ناس كفاف في مناطق مختلفه والله كانه يعني خاصك تكون من الرباط ولا من الدار البيضاء ولا من مراكش ولا من المناطق المجاوره ولا فاس ولا مكناس باش يمكن لك تكون مسؤول مع صاحب الدجاجه باش تصنع معاه الفشل اذا انا هذه السياده مخصصات السياده اللي ينفق عليها 517 517 مليون درهم على مخصصات السياده وانا لا لا, لا ارى لا الا الا التبعيه لا ارى اي سياده لا وجود لاي سياده ولا مظهر من مظاهر السياده ما عندك غاز ما عندك بترول ما عندك صناعه تحويليه ما عندك ما عندك صناعه تكنولوجيه ما عندك سياحه في المستوى، ما عندك تعليم في المستوى، ما عندك صحه في المستوى، ما عندك بنيه تحتيه في المستوى، ما عندك سياسه في المستوى. يعني صناعه صناعه المنتفخين اسهل ما يكون اسهل ما يكون. خلي بعد على الاقل الشعب الشعب من التقاء نفسه يختار الناس اللي موجودين معاه، الناس اللي ساكنين معاه في الاحياء اللي ساكن هو فيها الناس اللي يعرفهم من 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 المنطقة من اللي هما ينتموا لها ومستطيعين على انهم يعرفوا الحاجيات اليومية للحي والله للمدينة والله للاقليم والله للجهة حتى في هذه ما خليت الامور تمشي على طبيعتها حتى في هذا الشيء صنعت ديناصورات في كل منطقة فراعين في كل في في كل مر في في كل مكان يعني خليته في كل مكان في كل مكان كاين فرعون صغير وهذاك الفرعون مستحوذ على المؤسسات اللي خاصها تمثل الشعب وسامحين له يزور وسامحين له يشري الاصوات وسامحين له كذلك على انهم يبيعوا ويشتروا في, في الشعب وما كم حتى الامور تمشي على طبيعتها يعني تخلوا الناس بتلقائية يختاروا الناس كان جاهل راهم يطلعوه جاهل كان مفسد راهم يطلعوه مفسد اللي مهم على الاخر تعود إرادة الشعب حتى إرادة الشعب مسلوبة إذا عن أية عن أية سيادة كذلك داخل هذا مشروع المالية 551 مليون درهم للموظفين والأعوان شكون هما الموظفين؟ خدامين لكم أنتم الشعب قول لي شي واحد من الشعب اليوم من الشعب واحد اي من الشعب انا كل عضو قلت انا في واحد من انا واحد في, في وقت من الاوقات ارسلت رساله مثلا ارسلت رساله ارسلت رساله انا أرسلت, 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 ارسلت رساله لكتابه الكتابه الخاصه للملك شكون لي في هاي الكتابه الخاصه كاين فيها اعوان الملك وموظفي الملك هذو اللي يتقاضوا 551 مليون درهم وانت وهذاك وذاك والمظلوم الفلاني والمظلومة الفلانية والمنتهك حقوق الفلاني ومنتهك المنتهك حقوق كذلك الفلانية كلهم راسلوا كتبوا وبعثوا ملفات عن عن مظلوميتهم الى من؟ الى اعوان الملك الذين يتقاضون 551 مليون درهم. قول لي شي واحد منكم اتصلوا به من الديوان الملكي ولا اتصلوا به من الكتابه الخاصه للملك قالوا له بانه نحن توصلنا بالملف ودرسناه ولقينا بأنك عندك الحق وبأنه قد حضمت حقوقك وبأنك قد ظلمت من الدكتاتور الفلاني الذي عينه صاحب دجاجتنا والله عرفنا بأنك قد ظلمت وسلبت حقوقك من طرف واحد محسوب على علية القوم ولكن نحن دولة الحق والقانون وسنجسد لك دولة الحق والقانون وبالتالي فإن حقوقك ستأتيك بالمثني والمثلث قولوا لي واحد مواطن واحد في المغرب واحد واحد ارسل هذه الكتابة الخاصة للملك ولا اكتب للديوان الملكي وجاءه الرد الإيجابي وأعطيت له حقوقه حتى يحصل هؤلاء الموظفين اللي يقبضوا مراسلات الناس البسطاء ويرموها في سلة المهملات ويقبضوا مراسلات المجرمين والفساد ويعينونهم على السرقه وعلى النهب وعلى وعلى وعلى, وعلى, وعلى إيه طحن القانون لأن هذو موظفين قاعدين فقط من اجل طحن القانون هذو موظفين ماشي موظفين من اجل تطبيق القانون هذو موظفين من اجل طحن القانون يعني خلصهم الشعب 551 مليون درهم في السنه باش يطحنوا القانون باش يطحنوا القانون باش, يس... باش يدقوا القانون باش, ي... باش يزوجوا القانون فرحة والدستور فرحة ولكن لا ضير علاش لان الذي يشتغلون معه يفعل نفس الامر يطحن القانون يقفز على القانون لا يحترم القانون قد جبرته رئيس بلاد رئيس بلاد لا يحترم القانون قد أجبرت شي رئيس دوله لا يحترم القانون الدوله اللي هو فيها قد جبرتو شي ملك دوله وهو يحكم ويسود ولا يحترم القانون اللي هو وضعه واللي اصلا في صالحه وفي صالح الشعب قد جبرتوها الا في الزريبه قول لي شي واحد اليوم يقول لي انا فلان بن فلان ظلمت في المكان الفلاني والله في الدوله الفلانيه في المغرب ظلمت في القطاع الفلاني والله في الاداره الفلانيه والله مشات لي حقوقي في المكان الفلاني والله انسرقت لي ارضي والله استولى القائد على كاروستي اللي كنت نبيع فيها مطيشه وبطاطا والله يعني اي واحد وقد لجأت إلى الكتابة الخاصة للملك والله أرسلت رسالة إلى الملك والله قمت بفيديو في الفيسبوك وتكلمت مع الملك وجاءني الرد سريعا واعطيت لي حقوقي قولوا لي واحد واحد نطفوا الفيسبوك وصافي والسلام عليكم نحن تحنا نقولوا عاش لملك عاش لملك اعطونا واحد واحد لا يوجد ولكن النهب وسرقة المال و و و و والميزانيات والصفقات والمشاريع وطحن القانون والتدليس والتصوير هذا الناس مخلصة له ووفية له ولا يمكن أن تتفرط فيه إذا الموظفين العياش الموظفين اللي عند سيدك اللي عايش بيك وبلا بيك يا العياش قال لي بلا كرامه ياللي ما عندك لا مستقبل ولا حاضر ولا ولا ماضي وياللي انت عيب على الكره الارضيه انت عيب على الكره الارضيه يا العياش انت انت وجودك على هذه الكره الارضيه متعب للكره الارضيه متعب متعب وحتى لحذفك حد في حد حد من الصفحه والله من الحساب ما يخسر والو على الحساب ولا على الفيسبوك ما يخسر عليه والو لكن حينما يحذف واحد الانسان اللي هو يتكلم بالحق راه تعرف كم ضاع من ضاع دعم من الحق ومن تراه انت اصلا اش نقول لك زايد في هذه في هذه الدنيا زايد خاصك ما تقول ايوا سيدك يا العياش سيدك اللي تعيش له أعوانه موظفيه ذوك اللي يسكنوا عيد الاضحى على سيدك اللي انا مسكين ما عنده صحه ما عنده صحه انا نعرفو الانسان اللي يبغي يضحي نهار عيد الاضحى ما يشوف خو ولا اختو ولا والله ولادو والله كذا يسكنوا معاه ربي ضحيه السلام عليكم بلاش جيب لي انا باش ما باش تذبح لي انا عيد جيب لي انا واحد الكبش يسوى 10 ملاين ولا كم شوف كم من فيتر عرضه عليه شوف كم من دواء كان شوف كم من ميزانيه حسبت عليه هذاك 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 العيد اللي قالك لك امير المؤمنين امير المؤمنين اه امير المؤمنين لا يعود تقريبا هذاك الكبش بحدود واحد 10 ملايين سنتيم اللي مخسول عليه وهذا هذا راه اقل تقدير لان غناء، والدواء واسمو والمراقبه وشوف منين مطروح و... وعليه الكاميرات وكل شيء من يد الامير المؤمنين الله يخليكم حشومه حشومه يجيبوا الامير المؤمنين يمشوا للعرجات ل... والله يمشوا ل... السوق ديال التمار يجيبوا له كبش فتران لا لا خاصهم يجيبوا له كبش كبش مسمن يسوع 10 ملايين سنتيم وبعد منين يجيبوه له عفوا <applause> منين يجيبوا الكبش لي صاحب لي امير المؤمنين صاحب الدجاجة وباش يذبح ماشي يجيب أخوه هذاك اللي في تيران والله يجيب ولده ذاك اللي يقدموا لكم اليوم باش يعود ملك سريبة في المستقبل باش يسكنوا معاه الكبش يجيب لكم الموظفين اللي تخلصوا من اموال الشعب واحد مسكن كرا واحد مسكن كرا واحد مسكن زغبه من الكبش وواحد مسكن قرن الكبش وواحد مسكن الشرويط البيضاء اللي اللي من بين الكبش وصاحب الدجاجه امير المؤمنين حتى لا تلط يلطخ لباس حشومه قال لي بابا هذاك الشعب هو اللي يوسخ لباس ويسوس الكرشه ويتكرفص ويشوط الراس ويشوط القرعين قال لي بابا هذاك الشعب هذاك الشعب هو اللي يستاهل امير المؤمنين حشومه امير المؤمنين امير المؤمنين يشوط لكم الراس امير المؤمنين بغيتو يشوط لكم ويجيبوا لكم موظفين موظفين القصر 17 واحد والله عشرين واحد كامله زي باش تسكن عيد الاضحى وكاملين يخلصوا وكلهم حصلوا على كبش للواحد تعود في راسكم هذو كامل اللي تشوفوا فهم في المشهد يعني هذو كامل اللي تشوفوا في المشهد واللي تشوفوا ورا المشهد و... وكم من الاضاحي توزع على 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 اللي خدامين في القصر يمشي منكم حد قبل أسبوع والله عشرة أيام من عيد الأضحى يمشي حذا قصر سلا قصر الهالك في سلا ويشوف نهار توزيع الأضاحي على 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 الناس اللي خدامين في القصر اللي ما خاصهم خير اللي ما خاصهم خير يجوهم الأضاحي واحد واحد بما في ذلك الفريق التلفزيون فريق ما يسمى بالفريق الملكي في التلفزيون المغربي ذوك اللي يصور لكم هذاك المشهد يقول لكم ها هو صاحب الدجاجة جاء وها هو صاحب الدجاجة سيقوم بالتضحية بالأضحية وها هو صاحب الدجاجة بك هذو كاملين قابضين عيد الأضحى من صاحب الدجاجة اللي وصل سارق هيك الأموال من الشعب باش يعطيها الوحدين لا يستحقونها يقول كذبوني يقول لهم لا ما هي حقيقية يقول لكم لا يقول لكم هذا الشراء راهو ما هو حقيقي هذا اللي يقول لكم هذا الشخص راهو ما هو حقيقي وهي تلك هي الحقيقه بيوم عينها كاملين يقبضوا الكباش في قصار سلا في في يوم من الايام قبل 11 ايام او اسبوع من عيد الاضحى يجوا كاملين ينادى عليهم ويحصلون على الاضاحي كلي عيد وهم حساباتهم البنكيه منتفخه من المال العام وياتون لكم بهاوك الموظفين ويسكنوا لكم عيد الاضحى يسكنوا صاحب الدجاجه وصاحب الدجاجه الله اكبر الله اكبر ويذبح فيحملون تلك الاضحيه كاع ما فاتت ماتت يرفدوها في واحد السياره طيب مخلصين عليها المازوط ومخلصين عليها شوف آه كم خسروا على صيانة السيارة ويدوا الكبش يدو واش حي والله ميت والله كذا ولا يأكله صاحب الدجاجة باش تعرفوا شنو نقول لكم مبني على الشكليات حتى شي حتى شي ماشي شور الله سبحانه وتعالى يبنى على الشكليات وبفلوس الشعب شنو الفائده اليوم تشاهد انت في التلفزيون صاحب الدجاجه يذبح الكبش قولوا لي شي دوله في العالم قولوا لي شي دوله في العالم انا ما قد شفت شي دوله اخرى في العالم يعود فيها مثلا الملك ولا الرئيس يشوي يذبح حيد الاضحى قدام الشعب قدام الكاميرات الموس والدم وهذه وهذه الطقوس طقوس العبوديه ومع هذوك اصحاب الطويقيات المخازنيه مخازنيه القصار ذوك اللي ممارسه عليهم سياسه جوع كذا وكذا يتبعك لأنهم كاملين لهم الرواتب باش يتموا مخازنيه يتم دائما مسكين عبد دائما يحب لي و... اذا إيه <كك target> القصر العياش صاحب الدجاجة سيدك سيحصل على 543 مليون درهم من الميزانية المقبلة في الوقت اللي فيهاش في الوقت الذي فيه الزريبة في الهاوية في الهاوية تعرف في الهاوية فاتت الهاوية في الوقت اللي نفس مشروع الميزانية ل 2022 لا يخصص نحو تقريبا 11 ألف منصب لمن هو رقم واحد يعني المناصب المناصب الوظيفيه او المناصب الماليه اللي لا يدخلوا فيها موظفين ولا يدخلوا فيها اعوان ولا يدخلوا فيها جيش ولا يدخل فيها ناس ينتمون الى ما يسمى باداره الدفاع الوطني هؤلاء ولاد الشعب ولاد الشعب وخصهم يخدموا شحال من واحد شحال من بيطالي قاعد اليوم في المغرب شحال من شحال من بيطالي قاعد في المغرب اليوم شحال من بيطالي مسند الحيوط شحال من بيطالي تسبب في كوارث داخل اسرته بسبب البطاله كم من كم من الجرائم وقعت بسبب البطاله لانه الشاب المجهول يصبح راقد ما عنده باش يعيش ما عنده شي يشغله ما عنده غير منتج داخل المجتمع قدامه الحشيش وراه الجوانات من على يمينه الشراب على يساره الشراب يعني في كل الاتجاهات هو محاصر الا بالموبقات ما كاين لا يخدم فيه لا وظيفه يقدم لها لا دراسه يدرسها, يدرسها لا مستقبل لا اي شيء في الوقت اللي القصر يدي 543 مليون درهم لانتاج هذه المشاهد اللي تشوفوها هذه المشاهد اللي تشوفوها داخل الزريبه اليوم إذا في الوقت اللي يدي القصر 543 مليون درهم في 2022 تأتي وزارة الدفاع الجيش الجيش لماذا في نظركم اليوم الجيش هو رقم واحد في التوظيف في 2022؟ بحوالي 11000 منصب منصب مالي 11000 لماذا؟ لأن هناك حرب لأن هناك حرب في الصحراء الغربية هذي اللي يخفي عليكم لانه محتاج للجنود لانه محتاج لبناء الشعب لانه محتاج مسكين دوك اللي يمشي يموت في الصحراء الغربيه في قضيه ما عندهم بها علاقه يعني بحال واحد يمشي يستغل حاجه الشعب للتوظيف وللمال والله للعيش ويوظفهم سكين ولكن يذهب به الى الموت يذهب به إلى الموت يقول لك أمير المؤمنين آه أمير المؤمنين وكل شيء خدام على إرضاء أمير المؤمنين ماشي إرضاء الشعب يعني هذه هذه 10800 منصب اللي لا تكون في وزارة الدفاع غالبيتها جنود سيذهبون مباشرة إلى الحرب ولا يدوهم الحرب وكاين اللي يرجع جثة وكاين اللي يموت في الصحراء الغربية فم وتم فم تاكلوا توكل الشمس والرملة اللي يجبروا عظامه عاقب ذاك بواحد واحد خمسة عام ولا 20 عام يجبروا عظامه مسكين معه فوق عش كون هو, هو مسكين اللي له يبكوه لين يعيه ويسكتوا آه وزارة وزارة اللا عدل وزارة اللا عدل لأنه العدل ما هو خالق ما كاين وزارة العدل ولا كاين وزارة اللا عدل هذو اللي يخدموا في وزارة اللا عدل خاصة لهم الميزانية المقبلة 250 منصب في المقابل للجيش لا يلهف إعصار الاف وثمانمائة منصب ويأتيك العياش يقولك لا كتكذبوا علينا الحرب ما كايناش ما نعرفاش اشرح لنا انت اشرح لنا بهذه المعطيات احنا عطينا هالارقام ارقام واشرح لنا اشرح لنا لماذا حكومة وضعت وزارة أو إدارة الدفاع ما يسمى بإدارة الدفاع الوطني هي رقم واحد في عدد التوظيفات ب 10800 منصب مالي ومشات لما يسمى بوزارة العدل وعطاتها 250 منصب وعطات الوزارة التربية الوطنية 344 344 مقارنة مع 10800 اللي هي 11000 تقريبا وعطات الصحة 5500 يعني النصف النصف اللي خاصه يمشي للصحة من الوظائف المخصصة للصحة الضعف الضعف كامل قايس قايس الجيش يعني قايس الجيش يعني الضعف كامل قايس الجيش هذا الشي كامل في ظل ماذا في ظل المديونية واش عارف شنو هي المديونية واش عارف شنو المديونية لأي شي المديونيه ولا ما ترسلك امك تقول لك سير جيب سير جيب أشترين ريال من الزبده عندهم مول الحانوت وقول له قيدها هذه هي المديونيه لا ما تعرفش شنو المديونيه العيش هو سيدك في ظل هذا الشي كامل وفي ظل هذا النهب كامل للاموال وفي ظل هذا التوسع الغير العادل للمناصب الماليه اخذنا شكل عظيم باتفاق طبعا مع صاحب الدجاجه يعتزم اقتراض الاقتراض من الخارج من الخارج لانه صافي انتم حلبوكم ما تلا عندكم ما يحلبوا شا يحلبو شيء فيكم ماشي يحلبوا في الشعب اليوم ما عندهم ما يحلبوا في الشعب اذا بقات شي بركه شوي يلا تجرهم ل 2022 اذا في العام المقبل العياش اخنا ناتوش العظيم اللي قال لك سنفعل وسنترك ولا نعطيكم الف درهم ولا نعطيو للشباب ولا نرفعوا من آه مبلغ التقاعد ونا آه الاحلام سيقترض اكثر من 4000 مليار 4000 مليار يا شريف 4000 مليار سمعتها والله ما سمعتها كررها لك 4000 مليار لا يقتار خارجيا للسنه المقبله ل 2022 وكيفاش يشرحوا لنا أنتم تقولوا ان المغرب دوله قويه ودوله ما نعرفهاش والمغرب قوه اقليميه والمغرب أه، يحسدوه والمغرب عنده الثروه والمغرب أه، ماشي ماشي للرياده الاقليميه والمغرب وكيفاش عندكم وكيفاش لي تمشوا تستدينوا أربعة آلاف مليار كيفاش هذا الشيء كيفاش والملك يقبض خمسمية وثلاثة وأربعين مليون درهم للقصر كيف كيف ما فهمت أنا ما فهمت كان حد يفهمنا شي واحد شي رياضي يفهمنا هذا هاد خالوطة جروطة وبالتالي لأن الوضع اللي ينتظر المغرب وضع صعب صعب جدا والمستقبل ينظر بمخاطر كبيره جدا دعوكم المكياج مكياج راه سهل مكياج راه موجود مكياج هما احترافيين فيه لكن كم يدوم المكياج كم يدوم حتى على البشر مرة رأيت قد مكياج في الليل ومع الصبح تصبح لك على حقيقتها مع الصبح مع الصبح لا تفتح عينك تجمع الحقيقه قدام عينك ورا كذلك المخزن المخزن اليوم راهو يصبغ الماكياج و... ويا ويزيد شوي من من اسمه هو من من الكحله وشوي من كذا وشي من كذا وغدا مع الصبح غدا يطلع عليكم النار وتظهر لكم حقيقه الزريبه ويظهر لكم الانهيار وتظهر لكم الاوضاع الحقيقيه للمغرب ويظهر لكم الانهيار الشامل وتظهر لكم فعلا حقيقه هذا النظام وبالتالي ستجدون انفسكم قد غرر بكم يعني قد غرر بكم يعني هذاك كلمه كلمه المغررين راه ما يقصدوا بها شكون راه يقصدوا بها انتم اللي مغرر بكم وسط الزريبه وسط الزريبه مغرر بكم النظام يوميا وفي كل شهر وفي كل سنه ومع كل ميزانيه يغرر بكم ويكذب عليكم ويدلس عليكم ولا يقول لكم الحقيقه وكل مره يجيب لكم رئيس حكومة جديد يردد لكم نفس الاسطوانه سنقوم سنفعل سنترك سنكذا وبعد يجفوا به خمس سنوات ويدحوه ويجيبوا لكم واحد ثاني كذلك وهي باش تم دائما تم تشيروا بالاصابع الى الى رئيس المحكومه ولا تشيرون الى المسؤول الحقيقي اللي هي الملكيه. اللي هي تقبض احسن اكبر اكبر المبالغ المخصصه من الميزانيه تقبضها الملكيه، علاش؟ علاش تقبضها الملكيه؟ ليش ما تكون اكبر المبالغ للخدمات الاساسيه للشعب، للحمايه الاجتماعيه، للبطاله، محاربه البطاله، باش ما عندي انا الشباب يحرقوا ويموتوا في كناريا ويموتوا في في, في اسبانيا وفي في غرناطة ويموت موت الناس يعني يوميا يوميا قوارب الموت تقتل اولاد اولاد المغرب مع الاسف وبنات المغرب يرضيكم يرضيكم هذا الواقع يرضيكم يرضيكم على انكم تعيشوا هذا الواقع يرضيكم على ان تعود ماساتكم متكرره يوميا وسنويا وكل شهر وكل عقد وكل مع كل ملك يرضيكم يرضيكم تعيشوا انتم متخلفين مقارنه مع مع بقيه الشعوب يرضيكم على ان شبابكم يتم يموت في البحر يرضيكم كل مره يعني جيرانكم عندهم عزاء عندهم حفلات العزاء والله 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 ما اه 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 مآتم 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 العزاء يرضيكم في كل مره قنوات الزباله عزكم الله تمشي عند اسره لو لنا مسيكين ورا كذا ورا ما بغيتوش شي حرق ولكن راه صدعني راه عنده ما لقاش الخدمه ورا انا مشيت تسلفت له ورا وكذا هو اللي عندي مسيكين ورا والله يرحمه وانا بغيت نسمو هو ندفنوا يجيبوا لي اما حي يا اما ميت هذا هي قصه راهي متكرره يوميا قصة متكررة يوميا وتشاهد يوميا مأساة مأساة والله مآسي والله ما والله والله كوارث يوميا يعيش عليه الشعب المغربي وأقصى ما يفعل يبكي مسكين يجف دمعه ويدنكس راسه ويكمل بدل على أنه يكون فعلا هو الفاعل ويصنع مستقبله ويأخذ زمام المبادره ولا كفاكم من من كفاكم من الانبطاح كفاكم من الانبطاح كفاكم من الانبطاح كفاكم من 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 الاستخفاف بواقعكم كفاكم من انتظار المجهول راه ما راه التغيير لن يسقط عليكم من السماء التغيير ما يجيكم من السماء راه التغيير ماشي اللي لكم احنا في الفيسبوك هو نرسلو لكم عن طريق اللايف ويطيح عندكم ويطيح عندكم التغيير وتلقاوله تقولوا بسم الله تجيبوا له واحد الطباق وتطرحوا فيه قولوا بسم الله الحمد لله رانا جانا التغيير من باريس نو التغيير يجي منكم يجي منكم يجي من درجة وعيكم من تطور وعيكم قارنوا نفوسكم بالشعوب الاخرى تقعدوا تطالبوا اكثر من الخبز الخبز راه واكلوا عزكم الله حتى الحمير الحمير واكلين الخبز عزكم الله شنو الفرق بينك انت الا كنت تطلب فقط الخبز؟ يا الله حتى الحمار يطلب الخبز لا لا الفرق إنه الحمار ما يتكلم وياكل الشعير وياكل الخبز وياكل لكن ولكن ولكن يعود الانسان يطلب فقط الخبز في الوقت اللي خاصو يطلب الكرامة خاصو يطلب العيش الكريم خاصو يطلب المساواة خاصو يطلب القانون خاصو يطلب الحقوق سمعت لا يصدق عليك حد تعيش بحقوق وتعيش بكرامتك يكون عندك راتب يكون عندك سكن محترم تكون عندك مدرسة محترمة يكون عندك مستشفى محترم شوفوا سيادكم شوفوا سيادكم راني دائما نقولها لكم شوفوا سيادكم شوفوا سيادكم ما كاين اللي يحتاج ما كاين اللي يرفد شي لافته في الشارع ما كاين كل شيء خدام كل شيء اللي اللي عنده مشكله يكتب مايل ويلقى الجواب تكتب دراك الاليزي يجاوبك الاليزي تكتب له انت مواطن بسيط جدا تكتب له الاليزي يعطيك رساله يعطيك جواب صاحب الدجاجه طرح شي من الموظفين السراريق الشفاره النهابين اللي كلهم عندهم علاقات مع فلان ومع زغار ومع كذا يقولوا شوف لا جات شي مراسله خاصه بيا لو حبابها في لابوبيل والله جيبها لي. اه اه دور دور الحق والقانون والله هادشي بحال تشوفوا فيه بعينيكم. يعني كل واحد عارف شي ديكتاتور والله والله ذوك الديكتاتوريين كاملين عارفين هذوك اللي في الكتابه الخاصه لصاحب الدجاجه ويوصوهم يقول لهم لا جات شي مراسله باش ما توصلوها لصاحب الدجاجه الله يخليك كوغطا معها وجيبها لي رانا غادي نتفاهم معاك يتفاهم معاه راه بحال تشوفوا بعينيكم كانكم تشوفوا هادشي بعينيكم دوله قال لك حنا دوله دولتاش اش دوله هذه دوله هذه ممارسه دولة على الاليزي دراك الا جات شي مراسله الاليزي وهي موجهه الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واش يقبضوا هذوك اللي كاين فام ويكوغطوها يلوحوها في بوبيل والله يدوها اللي اصلا مشتكى به يا صافي صافي هذا ما ثلاث مؤسسات شنو الفرق بين المؤسسات وبين وبين الزريبه هو على انه الزريبه ما فيها قانون والمؤسسات تشتغل بالقانون يعني يكون حتى ذاك اللي اصلا مكلف باسمه هو بحال هذاك ديوان المظالم اللي في المغرب شكون اللي تخفي ديوان المظالم شكون اللي تخفي ديوان المظالم قال لك سير وجه له رساله وسيبحث كذا ديوان المظالم قال لك علاش يكون عندكم كاع ديوان المظالم؟ يا عندكم كتابة خاصة للملك ولا ديوان الملك يتلقى الرسائل من عند الناس ويبث فيها ويبحث فيها <applause> ويعطي أجهزة أخرى تبحث وتمشي تجيب المعطيات الحقيقية وترفعهم الواحد ولكن يعود هذاك نزيه وشفاف نزيه إنسان نزيه يتاخر لأنه قاضي راه بحال القاضي اللي يرجع لكم حد يرجع لشي واحد ظلم ما حد مظلوم ويرجع لكم لأنه ما قد يقبل حقه من واحد شي ديكتاتور راه يلجأ لقاضي أو لا كان القاضي حتى هو أسري أو شت اللي بقى من الدولة تقول لي مؤسسات ديوان المظالم وخا ديروا عشرين ألف ديوان مظالم اختاروا قال القانون اللي عندكم اللي قانون اللي أصلا انتم سنيتوه وتتكلموا عنه والدستور مات الدستور احترموه احترموه أول ها أول حاجة خاصكم تحترموه هو هذاك الشيء انتما ماكو احترمي لا دستور لا قانون وقاعدين تفرخوا في المؤسسات وقاعدين تفرخوا في الموظفين الفاسدين و, و... وقضايا تكثر عليكم الارشيف عندكم قد غير من مظلومين، الزريبه كامله مظلومه المحامي مظلوم القاضي مظلوم الصحافي مظلوم أه... حتى بائع الخمر مظلوم مسكين عبد الكبير المجهد اللي اللي كان يبيع الخمور في, في القنيطره راك خطات فتوه البارح بدلت حقه معاه وبدلت حقه مع ذوك اللي ظلموه تا هو حتى بائع الخمور كل شي. أحييكم تحية خالصة، أشكر لكم المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشهية طيبة لكم جميعا، مرحبا وسهلا